بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. هذا اليوم هو 13 من شهر رمضان المبارك، وبذلك نقترب إلى منتصف هذا الشهر، وفي 15 من شهر رمضان ولادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. تحدثنا أيها الإخوة في حلقات سابقة حول القوانين الكونية التي تسود الكرة الأرضية وتسود الكواكب والنجوم، وليس فيها استثناء، حتى أنها تسود على الإنسان والحيوان والشجر والمدر. ذكرنا قانون التكامل ثم قانون التوازن، واليوم سنتحدث عن قانون آخر هو الزوجية والزوجية المتصالحة، بمعنى المكملة لأحدهم الأخرى. كل شيء في الكون أيها الإخوة على شكل أزواج، هناك من يحمل شحنة سلبية وهناك من يحمل شحنة إيجابية، والكون كله يتكون من ذلك. خذ مثال على ذلك، الكواكب والنجوم تعيش هذه الحالة، حالة الزوجية. حتى أصغر شيء في الكون وأصغر شيء في الحياة والتي هي الذرة أيضا تعيش هذه الحالة. فهناك جسيمات صغيرة تسمى بالإلكترون، هذه جسيمات سالبة تحمل شحنات سالبة، وهي تدور حول النواة، وفي هذه النواة جسيمات موجبة هي البروتون، والمسافة بين البروتون والإلكترون كالمسافة بالنسبة لو أردنا أن نقارن حسب الحجم، حجم الذرة إلى حجم المجموعة الشمسية، لكانت هذه المسافة كالمسافة بين الشمس والأرض. وقد ذكر العلماء لو أردنا أن نلغي هذه المسافة ونجمع هذه الجسيمات في مركز الذرة لكانت الكرة الأرضية، هذه الكرة العظيمة بحجم البرتقالة. فإذا هذه المسافات هي التي تعطي الحياة وتعطي الحجم الواسع والكبير للإنسان والكائنات جميعها. من هنا كان النانو ويقربون المسافات قدر الإمكان، يقربون المسافات بين الذرات والجزيئات، فتكون هذه الخلايا مركزة، ذرات مركزة. هذا ما يدخل في صناعة النانو. كل شيء في الكون أيها الإخوة على شكل زوجين، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. كل شيء بلا استثناء، من حجر، مدر، نبات، زراعة، إنسان، حيوان. وهذا طبعا ما نراه اليوم ونشاهده في الطبيعة. فالمادة والطاقة زوجين متصالحين،
وانتقال المادة إلى الطاقة هو الذي ينتج لنا هذه الحياة، هذه الحركة في الحياة من انتقال المادة إلى طاقة. وهذه طبعا هي فحوى نظرية أينشتاين. نظرية أينشتاين تقوم على ازدواجية المادة والطاقة، الطاقة تتحول، المادة تتحول إلى طاقة وينتج منها هذا النور وهذا الحرارة. لولا هذه الازدواجية لما كانت أشعة الشمس، ولما كانت هذه الحرارة التي تتغذى عليها النباتات والحيوانات وكل شيء، ولما وصلتنا هذه الحرارة ولتحولت كرتنا الأرضية إلى كرة جامدة. فازدواجية المادة والطاقة، وازدواجية الليل والنهار، وازدواجية النور والظلام والحر والبرد، وحتى الماء الذي ينزل من السماء أيضا يتكون من زوجين، من ذرة أكسجين وهي ذرة تحمل شحنة سالبة، وذرتين من الهيدروجين وهي تحمل شحنة موجبة. هذا الماء الذي هو عصب الحياة، وكل شيء مخلوق من الماء، هو أيضا زواج بين ذرتين أو 3 ذرات، ذرة أكسجين، ذرة سالبة ذكرية، وأيضا ذرتين من الهيدروجين التي تحمل الشحنة الموجبة. السماء والأرض أيضا في حالة زواج، زواج مستمر. وما أروع هذه الآية الكريمة التي تصف لنا زواج السماء من الأرض. الآية تقول: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. لقاء الذكر والأنثى، لقاء السماء مع الأرض كلقاء الزوجين، كلقاء المحبوبين. اهتزت وربت، ربت بمعنى التماثل في العمر، التماثل في السن. عندما يتزوج إنسان مع إنسانة في نفس العمر هذه تسمى ربت في اللغة العربية أو ربت. انظروا إلى جمال هذه الآية، وهي تصف لنا زواج السماء من الأرض. اهتزت وربت، وتشاهدون كيف هذه الأرض تستقبل المطر، قطرات المطر بعشق وولع كبير. فإذن كل شيء في الكون هو يعيش على شكل زوجي. هذه نستطيع أن نقول عنها بالزوجين المتصالحين، يعني أحدهما يكمل الآخر. هذا قانون التكامل وقانون التوازن أيضا هنا يرد. طبعا هناك الزوجية المتخاصمة غير المتصالحة أيضا. الزوجية المتصالحة منشأها قوانين الله وسننه في الحياة وفي الكون، والتي تجري على كل شيء، على الأفلاك والنجوم وكل شيء يجري عليها هذا القانون، قانون التزاوج التصالحي.
لكن عندما نصل إلى الإنسان، نصل إلى عمل الإنسان وسلوكه، هنا يختلف الأمر، هنا يظهر لدينا الزوجية المتخاصمة. لا، لأنه هنا الفارق ماذا؟ أنه الإنسان حر وليس مجبر، الإنسان مخير، ولأنه مخير فنجد تظهر هذه الظاهرة، ظاهرة التزاوج التخاصمي، كالحب والكره مثلا متخاصمين، أما ينتصر الحب على الكر أو الكر على الحب، كالظلم والعدل متخاصمين. هذا طبعا منشأه حرية الإنسان، قدرة الإنسان على استخدام إرادته في الاختيار، فتظهر هذه الخصوم، التكبر والتواضع، الكرم والبخل، وهنا كثير من الصفات اللي هي تشكل لنا ازدواجية متخاصمة بين خصمين لدودين. وطبعا هنا يأتي الدور لتربية الإنسان، لشخصية الإنسان، لقدرة الإنسان على تطبيق أحكام الله لينتصر لأحد القطبين أيهما. طبعا الإنسان لا يشذ عن هذه القاعدة، قاعدة الزوجية، الله تبارك وتعالى خلقه هكذا، كما خلق الحيوانات، كما خلق الكواكب، كما خلق الذرة، خلق الله الإنسان أيضا على شكل زوجين متصالحين وليس خصمين. نعم، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الحكيم: الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. يعني الإنسان أيضا ضمن هذه القاعدة، ضمن هذا القانون الإلهي، ومما لا يعلمون. واليوم بدأنا أن نكتشف هذه الزوجية، ذاك اليوم عند نزول القرآن لم يكن أحد يعلم بوجود هذه الزوجية في كل شيء، لكن الله تبارك وتعالى قبل أن يقول العلماء كلمتهم قال الله كل شيء، الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، من نبات، من زرع، من كله أزواج، ويتم التلقيح فيكون الثمر، والإنسان لا يشد عن ذلك، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. نعم، هذه هي طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أن يكون بهذا الشكل، ذكر وأنثى، يحدث تزاوج بينهما فيكون النسل. أما ما يحدث اليوم أيها الإخوة من مآسي ومن أعمال شاذة تقزز النفس، هذا الزواج المثلي الذي بدأ ينتشر في كثير من دول العالم، وأصبح له قوانين، وأصبح له مشروعية وقرارات في مجالس البرلمانات، ويفتخر الوزير الفلاني والرئيس الفلاني، وحتى القسيسين يفتخرون بأنهم مثليون. هذا الزواج المثلي هو خلاف الطبيعة، هذا الزواج المثلي خلاف سنن الله، خلاف كل القوانين، خلاف قوانين الكون، وخلاف قوانين الحياة. ما يحدث اليوم هو شيء يخالف الفطرة البشرية، ولذا نجد الكوارث، نشاهد الأمراض من هؤلاء،
هناك دراسة قامت بها جامعة رايس على مجموعة من الشواذ وعلى جميع مجموعة من المتزوجين خلال من 1997 إلى 2008. قامت هذه الجامعة بإجراء التجارب ومراقبة الحالات النفسية والصحية لمجموعة من الشواذ اللي بلغ عددهم 3200 شاذ، ومجموعة من المتزوجين الزواج الطبيعي 4000. خلصت هذه الدراسة إلى حقائق خطيرة جدا خطيرة، وقد نشرت نتائجها في مجلة هيلث الصحة. ذكرت بأن الذين تزوجوا زواجا مثليا أصيبوا بأمراض عقلية، أمراض صحية، أمراض مزمنة. وجدوا أيضا ضعف المناعة، لأنه ليس يوم يومين، 10 سنوات هؤلاء كانوا خاضعين للتجربة والمراقبة والدراسة. وحقيقة ذكروا نتائج خطيرة جدا عن الزواج المثلي وآثاره على الجسد، على النفس، على العقل. وأوصت هذه الدراسة وتلك الجامعة بالتوقف عن الزواج المثلي لخطورته على الإنسان. وهذا طبعا في الشيء واضح، في الشيء، لأنه خلاف الطبيعة، خلاف الطبيعة البشرية، خلاف سنن الله سبحانه وتعالى. وربما في يوم من الأيام، إذا اليوم شرعوا لنا الزواج المثلي، سيأتي يوم يشرعون لنا الزواج من الحيوانات. نعم، هذا الشيء ممكن أن يحدث أيضا. وقد نتذكر قبل سنين كيف أن شخص تزوج من ماعز ونشر صورة الماعز وهي ترتدي بدلة العرس، وقد وقف إلى جانبها. وذكرت لنا الصحف قبل فترة عن زواج شاب من بقرة في الهند بدعوى خروج الشيطان من نفسه، لا يعلم أنه هذا الشيطان دخل في أعماق نفسه من خلال هذا الزواج. وليس ببعيد أيها الأخوة أن يأتي يوم ويشرع لنا القانون الغربي، يشرع لنا جواز الزواج من الحيوانات، من القرد مثلا، أو من البقرة، أو من الماعز، أو ما شابه ذلك. ليس ببعيد، لأن هذا الانحراف وهذا الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن شرائعه سيؤدي إلى ذلك. لأنه قبل أعوام وقبل عقود، بالله عليكم، هل كنتم تصدقون أن البرلمان البريطاني والأمريكي والفرنسي وعشرات البرلمانات يحللون لنا زواج الرجل من الرجل؟ واليوم هناك جهود مضنية وجهود كبيرة بنقل هذه الظاهرة إلى بلادنا الإسلامية، مع الأسف، مع الأسف الشديد، وبدعم من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تدعم ذلك، تدعم الزواج المثلي وتعتبره جزء من الحرية الشخصية. و الأمم المتحدة ترغم دول العالم بنشر الثقافة الجنسية في المدارس، في المدارس الابتدائية، وجزء من الثقافة الجنسية هو الحرية الجنسية والتعبير
الزواج المثلي. هذا أمر خطير أيها الإخوة، والعالم حقيقة وهو يمضي بهذا السير الخطير سيتلقى الصفعات وسيتلقى المخاطر من زلازل وويلات. أيضا هذا الشيء يجب أن نذكره، لأن الزواج أصبح يسير بطريق آخر. نأتي إلى الزواج الطبيعي. الزواج الطبيعي الذي هو تناغم مع الزوجية الكونية، زواج الذكر مع الأنثى، في القرآن الكريم يبين لنا أهمية هذا الزواج وأهداف هذا الزواج والوسائل للوصول إلى الهدف. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية حقيقة باختصارها تبين لنا ماهية الزواج، طبيعة الزواج، وتبين لنا معلومات كافية وافية عن بناء الأسرة وكيف تبنى الأسرة الصالحة. أولا، إن خلق لكم من أنفسكم، ومن آياته، طبعا من آياته يعني جزء من هذه الآيات هو قانون الزوجية، هذا القانون الذي يسود الكون والحياة كله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، أزواجا من أنفسكم، يعني ليس من البقرة، الزواج بشر من بشر وليس الزواج من الحيوانات وليس الزواج من الماعز وليس الزواج من القرد. من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الهدف من الزواج أيها الإخوة هو النسل، هو البقاء. البقاء سره هو الزواج، بقاء النسل، بقاء البشرية يتوقف على الزواج، وبدون الزواج لا تستمر البشرية، لا تستمر القبائل والعشائر والشعوب، ستنتهي. فإذا الهدف من الزواج هو النسل. خب، ما هو الوسيلة في ذلك؟ الوسيلة هي الغريزة، الغريزة الجنسية. الغريزة الجنسية ليست هي الهدف، مع الأسف تحولت هذه الغريزة إلى هدف وليس النسل وحفظ النوع وحفظ الإنسان. الغريزة أصبحت هي الهدف، والله تبارك وتعالى أودع هذه الغريزة في الإنسان حتى يندفع بقوة وبعزيمة إلى الزواج. وذكروا لنا بأن الغريزة الجنسية هي أقوى الغرائز، حتى أقوى من غريزة الطعام والأكل والشراب، أقوى الغرائز. لماذا أقوى الغرائز؟ حتى تكون الاندفاع، اندفاعة الإنسان إلى الزواج اندفاع قوي، لأنها مسؤولية كبيرة. إذن الهدف ليس تحقيق هذه الغريزة، الهدف هو
النسل هذا في الزواج بين الأنثى والذكر هو النسل الذرية الصالحة. إذن ما هي الوسيلة؟ أولا هذا الزواج بحاجة إلى بيئة صالحة لتسكنوا إليهم، وفي هذه الآية أزواجا لتسكنوا إليها، إليها يعني إلى المرأة، المرأة هي المسؤولة عن السكينة. هنا سكن ليس سكن، ليس البيت، البيت على الرجل، لكن على المرأة السكينة. المرأة أيضا لها بيت تعده لزوجها، وفي هذا البيت غرف، غرفة للحب والمودة، وغرفة للصحة، وغرفة للنظافة. هذه مسؤولية المرأة، مسؤولية المرأة أن توفر لزوجها الاستقرار والطمأنينة الكاملة حتى يعيش في رغد. ما هي الوسيلة؟ الوسيلة المودة. المودة هي أقوى من الحب. الحب الصادق هو المودة، الحب الذي ينعكس في أركان الإنسان، في حركة الإنسان، في وجدان الإنسان، هذه تسمى بمودة. نعم، ومودة لا بد من وجودها حتى تتكون هذه الأسرة. هذه الأسرة، هذا البناء بحاجة إلى أجهزة، بحاجة إلى بناء، وبناؤه هو المودة والرحمة. الرحمة هي تحمل المسؤولية، الرحمة هي حسن الرعاية، الرحمة هي الشفقة، الرحمة هي توفير التعليم للمرأة، للأبناء، توفير كافة وسائل الحياة، هذه هي الرحمة. فإذا الله تبارك وتعالى من خلال هذه الآية يضع أمامنا قاعدة مهمة في بناء الأسرة. هذه القاعدة تقوم: ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وإلى غد إن شاء الله مع موضوع آخر يتعلق بالشخصية الإنسانية، والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.